صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي ومن نور دبي، أرحب في التنسيق والمتابعة بزميلنا أحمد سلام، وبيكون اليوم معنا في الإخراج مخرجنا وائل القواسمة. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600551414، لرسائلكم النصية القصيرة 4006. في حلقتنا اليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وعندنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بنتناول موضوع مهم جدا، الكثير من الأشخاص اللي يعانون من الصداع يحاتون رمضان، واليوم بنتكلم في فقرتنا الرئيسية حول الصداع والصيام. وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن التغذية المهمة لكبار السن اللي تقيهم من هشاشة العظام. خلوكم معنا أعزائي المستمعين، بكون معاكم محدثتكم آمنة آل علي خلال هذه الساعة. مثل ما عودناكم أعزائي المستمعين دائما في بداية برنامج صحة وسعادة نتناول خبر محلي أو عالمي. خبرنا اليوم يقول الحماية من الشمس تقي من سرطان الجلد الفاتح. قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سبب الإصابة بسرطان الجلد الفاتح هو الأشعة فوق البنفسجية للشمس اللي تضر بالخصائص الجينية لخلايا البشرة، ورغم قدرة الجسم على تحمل هذه الأضرار بدرجة معينة إلا أن التعرض لأشعة الشمس المكثف والفترات طويلة يضر بالجهاز المناعي للجسم فتتكون الخلايا السرطانية لا سمح الله. وأضافت الجمعية أيضاً أن سرطان الخلايا القاعدية أكثر أشكال سرطان الجلد الفاتح شيوعاً، موضحة أن غالباً ما يظهر في مراحل عمرية متقدمة يعني بعد 50 سنة تقريباً. وسرطان الخلايا القاعدية أعزائي المستمعين هو عبارة عن أورام تنمو ببطء، وغالبا ما تظهر على منطقة الصلع لدى الرجال، وكذلك على أكثر المناطق المعرضة للشمس من الوجه والجبهة والوجنتين والأنف والأذنين، وتظهر الإصابة في مرحلتها الأولى وكأنها بقعة خفيفة الإحمرار يمكن أن تكون بارزة أو مستوية، ومع مرور الوقت تتقشر ويمكن أن تنزف دما. ورغم عدم تطور الخلايا السرطانية وانتقالها من العضو الرئيسي المصاب إلى أعضاء أخرى بالجسم، إلا أنها قد تتسبب في تدمير الأنسجة المحيطة بها. لذلك أعزائي المستمعين ما ننصحكم تتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة، ودائما لا تنسون واقي الشمس. اليوم زميلتنا أسماء عفوا فجأة صوتي ليش نشز أحمد يعني وائل تحاتي أسماء أكثر مني. أسماء الجناحي اليوم عندها امتحانات، نتمنى لأسماء الجناحي التوفيق. وباخذكم أعزائي المستمعين لي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي في موضوع اكتئاب ما بعد الولادة، موجود على إنستغرام هيئة الصحة DHA_Dubai. في إنستغرام هيئة الصحة بدبي بتحصلون معلومات الصحية مبسطة وصغيرة، يعني تقدرون تقولون إذا كنتوا خلال اليوم حابين تاخذون معلومة صحية بسيطة، حابين تعرفون آخر المستجدات الصحية في دبي، تقدرون تتجهون على إنستغرامنا في اللي هو DHA_Dubai.
اليوم باخذكم للمنشور اللي يقول اكتئاب ما بعد الولادة. شو هو اكتئاب ما بعد الولادة؟ هو اكتئاب يحدث بعد الولادة ويتضمن مشاعر الحزن الشديد واللامبالاة والقلق وكذلك التغييرات في النشاط والنوم والشهية، وهو مرض طبي ولكن يمكن علاجه. ومدى شيوع هذا الاكتئاب ما بعد الولادة؟ هو يصيب 1 من كل 9 أمهات لديهن اكتئاب ما بعد الولادة، وكذلك اللي هذا الاكتئاب أعراض معينة مثل تقلبات مزاجية حادة، الأرق والبكاء المفرط، التهيج الشديد ونوبات الذعر وفقدان الشهية والأرق أو النوم لفترات طويلة، الشعور بالذنب لعدم كونها أم جيدة أو الشك في القدرة على رعاية الطفل، مواجهة صعوبات وكذلك فقدان الاهتمام والمتعة في الأنشطة اللي اعتادت الأم أنها تمارسها وتجنب العائلة والأصدقاء. وهذا اكتئاب شائع للنساء ما بعد الولادة، وهناك أعراض عديدة لهذا الاكتئاب وأسباب تكون ضغوطات والتغيرات البدنية وانخفاض حاد في الهرمونات بعد الولادة، وكذلك الضغوطات النفسية مثل الحرمان من النوم وشعور المرأة بأنها أقل جاذبية والشعور بفقدان الهوية والتحكم بمجريات الحياة. أعزائي المستمعين، لو حد يسمعنا من الأمهات وواجه اكتئاب ما بعد الولادة، أتمنى أنكم تشاركونا تجربتكم، كيف تغلبتوا على اكتئاب ما بعد الولادة، كيف أثر عليكم هذا الاكتئاب. ونحن نقول دايما أنه مو بشرط كل أم تصاب باكتئاب ما بعد الولادة، مثل ما قلنا كل أم بين 9 أمهات ممكن أنها تنصاب، يعني مو كل وحدة تربي تحرنها بدش في هالاكتئاب، لا، في ناس ربوا وأمورهم طبيعية وفي ناس دخلوا من هالاكتئاب وطلعوا منه بسلامة. ولمعلوماتكم أيضا أن في مستشفى لطيفة للأطفال هناك أخصائيين نفسيين مختصين لهذه الحالات، إذا كان في أم طالعة الحين سايرة موعد الطعم ولدها تحس أنها عندها أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، تتصل على 800-342 وتاخذ موعد مع الأخصائية النفسية في مستشفى لطيفة. عندنا أخصائيين يتمتعون ب يعني مثل ما نقول يعني نقدر نقول ممكن انهم يساعدونكم. طبعا هذه انا اكتشفت المعلومه هاي مؤخرا عندما استضفنا وحده من الاطباء النفسيين معانا في برنامج صحه وسعاده، وقالت لي امنه نحن عندنا هاي الخدمه موجوده للمرضى في مستشفى لطيفة، إذا كنتوا من الأشخاص اللي ولدوا في مستشفى لطيفة تقدرون تتجهون وتستفيدون من الخدمات المقدمة، لأن الصحة النفسية مثل ما نقول دائما أولا وثانيا وثالثا دائما هي يعني الركيزة اللي ترتكز عليها الأم. وأتمنى لكل الأمهات يا رب ولادة سهلة ويعيشون مع أطفالهم أيام جميلة، ومو بشرط ترى تحسون بالاكتئاب، في ناس عاشوا أحلى أيامهم بعد الولادة. وبهذا أعزائي المستمعين، طبعا وائل ما يبى حد يكون سعيد، مخرجنا إذا ما تعرفون منو وائل القواسمة مخرج برنامج صحة وسعادة، يعني يقول لي منو كان سعيد بعد الولادة؟ لا والله في أمهات سعداء بعد الولادة ويبون جلسات تصوير ويتصورون مع عيالهم وتكون بينهم يعني بالعكس لحظات جميلة، مو بشرط كل أم تربي تدش في هال يعني مثل ما نقول الأزمة النفسية. فإذا في حد يعارض كلام وائل بعد شاركوني على رقم 4006. أعزائي المستمعين، فاصل ونرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين برقم التواصل معنا واللي هي 600-55-1414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. في فقرة التغذية لليوم أعزائي المستمعين جايبيلكم موضوع جميل وشيق، بنتكلم عن فوائد الفلفل الحلو واللي هو طبعا يعتبر منجم للفوائد الصحية، ويجب عليكم أنكم ما تتركون الفلفل الحلو، وبقولكم ليش. طبعا الكثير منا يتناول الفلفل الحلو بدون ما يعرف أنه يعتبر منجم للفوائد الصحية، يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات واللي لها دور كبير في تحسين صحة جسم الإنسان. وأول مثل ما يقولون فوائد الفلفل الحلو أنه يعزز جهاز مناعة الجسم ويبطئ عملية الشيخوخة بحسب وكالة نوفوستي الروسية. طبعا أعزائي المستمعين أنا عرفت فوائد الفلفل الحلو تقريبا في مطلع هاي السنة. واحدة من زميلاتي في العمل كل يوم أشوف في اللانش يعني شنطة الأكل مالها الفلفل الحلو ألوان وشي، قلت لها عاشة ليش عندك فلفل حلو وشي، يعني أنا إذا بجيب خيار بجيب يزر بجيب، بس ما بجيب فلفل حلو الصراحة. يعني فلفل حلو بحطه في البيتزا، بحطه ويا البيض يمكن، بس ما باكله شي روحه خالي. فقالت لي آمنة الفلفل الحلو يعزز مناعة الجسم بشكل كبير، يعني مثل ما في ناس يتناولون فيتامين سي، يتناولون يعني عصير برتقال أو برتقالة، فكذلك فلفل الحلو له فوائد كبيرة في تعزيز مناعة الجسم، مثل ما ذكرنا أيضا هو ممكن يبطئ من عملية الشيخوخة. ويحتوي الفلفل الحلو الأخضر على مادة الكلوروفيل المضادة للأكسدة والمعززة للمناعة، كما أنها تمنع انسداد الأوعية الدموية وبالتالي تخفض مستوى الكوليسترول في الدم، علاوة على ذلك لها خصائص مطهرة. والكلوروفيل مادة مغذية موجودة أيضا في السبانخ والأعشاب البحرية وغيرها. ويحتوي الفلفل الحلو على مادة البيرازين العضوية اللي تساعد على تخفيض كثافة الدم، مما يساعد على منع تجلطه والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ. والبيرازين موجود أيضا في البذور الغنية بالبوتاسيوم. وبالإضافة إلى ذلك نقدر نقول أن الفلفل الحلو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي تعادل الموجودة في الليمون، ولكن فيتامين سي الموجود في الفلفل الحلو لا يفقد خصائصه في حالة المعالجة الحرارية بفضل حمايته من جانب فيتامين بي، كما هو معروف يساعد فيتامين سي على تحسين حالة الجلد ومنع حروق الشمس وإنتاج الكولاجين. فتخيلوا كمية الفائدة الموجودة في الفلفل الحلو. ويجب أيضا أن ما ننسى أعزائي المستمعين أن الفلفل الحلو يحتوي على بيتا كاروتين المضاد للأكسدة ويدمر أشكال الأكسجين الحرة، وبالتالي يبطئ عملية الشيخوخة. وعلاوة على ذلك يتحول البيتا كاروتين في الجسم إلى فيتامين A اللي يساعد على تحسين جودة الرؤية وحالة الجلد والأغشية المخاطية ويمنع التسرطن. والفلفل الحلو غني أيضا بفيتامين E اللي يعرف بفيتامين الجمال، وله خصائص مضادة للأكسدة وقابل للذوبان في الدهون. أعزائي المستمعين بعد ما ذكرت لكم فوائد الفلفل الحلو بتكون معانا الحين أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة مريم علي بتحدثنا عن الآثار مثل ما نقول الفوائد بتذكر الموضوع بس نعم العادات الغذائية في رمضان. بتكون معانا الأستاذة مريم. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور أختي آمنة.
يا هلا فيك، نور المتابعين الكرام. أهلا فيك. أولا أنا أحب أنوه للمستمعين أن كان هناك مثل ما يقولون شوية يعني لبس في الموضوع. كان المفروض نتكلم اليوم عن الأطعمة المفيدة لكبار السن، ولكن هذا موضوع حلقة باكر، واليوم بتكون معانا الأستاذة مريم علي. أهلا فيك. أهلا وسهلا، إن شاء الله اليوم راح نتكلم ونحن مستمرين إن شاء الله في المواضيع هاي الحلوة، وراح بالضبط. نطرح مواضيع إن شاء الله متنوعة. نعم، إذا اليوم بنتكلم أستاذة مريم عفوا، نحن نقول العادات الغذائية في رمضان، العادات الغذائية في رمضان أكيد عاداتنا شوي يعني نقدر نقول غلط، فكيف ممكن يعني تكون عاداتنا الغذائية سليمة في رمضان؟ نعم طبعا نحن عندنا طبعا الكثير من العادات، ممكن تكون هاي العادات تفيدنا وممكن هاي العادات تضرنا. طبعا مو باجي غير ايام قليلة من شهر شعبان، ونسأل الله العلي القدير انه يبارك لنا هاي في هاي الايام وياكم ان شاء الله اللهم متابعينا، آمين. ويبلغنا ان شاء الله قدوم رمضان بالخير والصحة والعافية وتقبل الطاعات يا رب العالمين. اللهم آمين. مثل ما قلنا طبعا جايتنا شهر فضيل وفرصة طبعا لتحسين العادات، اذا في عادات كانت ضارة للجسم ان نحن نحسنها، والناس اللي متعودين على العادات الجيدة بعد فرصة لهم كذلك أن يحسنونها بشكل أفضل، وأفضل أساس أنهم يحافظون على صحتهم للمدى الطويل إن شاء الله. مثل ما نحن عارفين هي فترة صيام، بتكون فترة راحة جسمانية وروحانية، فمحتاجين أن نحن نريح الجسم شوية من التوترات، من نقول خاصة الأجهزة اللي موجودة في الجسم تحتاج إلى لأنها هي تجدد نفسها، فمحتاجة شوية راحة. وعندنا هذا الشهر هو يعتبر شهر لراحة الجهاز الهضمي وإفراغ جميع السموم والفضلات خارج الجسم، وكذلك نريح عضلة القلب عن طريق اللي هو نشاط الأجهزة اللي موجودة في الجسم. فمن العادات نقول نبتدي بالضارة ولا الجيدة؟ فبشكل عام إذا نحن هنبتدي في شهر رمضان، المفروض نحن عندنا كم يوم باجي؟ تقريبا يومين 3 أيام نعم لهالشهر، فيفضل أول شيء إن نحن نستعد لهذا الشهر، نحضر جسمنا للصيام. كيف نحن نحضر في باجي هاليومين أساس نتفادى المشاكل اللي تحصل خلال أول أسبوع أو أول 3 أيام نقول من صيامنا، اللي هي الشعور بالتعب والخمول والإرهاق والصداع. فأساس نتفادى هاي الأشياء نحاول شوية نغير بعض العادات، مثلا وجبة الإفطار نحاول نأخرها. إذا الناس اللي متعودين على المشروبات وخاصة القهوة المدمنين عليها يحاولون قد ما يقدرون يقللون من جرعات تناولهم لهذا المشروب، يقللون من شرب الماء بالتدريج مو بأنه يوقفونه، يقللون من كمياته، كان مثلا كوب يحاولون يخلونه مثلا نصف كوب. فهاي هاي السلوكيات راح إن شاء الله تساعدهم على أن يهيئون جسمهم وما بيحسون إن شاء الله بأي تعب. هو المفروض قبلها ب10 أيام، بس ما أدري بعد في وقت إن نحن نبتدي نحضر جسمنا في البداية. فإذا قلنا أول يوم رمضان أو خلال أيام رمضان، في عادات نحاول أن ننبه الناس شوي عليها، وخاصة نقول على الوجبات. نبتدي بوجبة الإفطار، يفضل قد ما نقدر أن نحن
تدريجية، لأن مثل ما نعرف أن المعدة تكون تقريبا طول فترة الصيام متوقفة عن العمل لساعات طويلة، والعمليات الحيوية فيها تكون يعني بطيئة جدا، لأن ما فيها مثل ما نقول مواد غذائية أو طاقة لأنها فترة الصيام. نعم. فيفضل نحن نبتدي بالمشروبات اللي هي المشروبات المفيدة، نشرب ماي، ممكن ناخذ لبن مع تمر، الشوربات عصائر طبيعية، هاي كتهيئة للمعدة لاستقبال فيما بعد والاستعداد لعملية الهضم والامتصاص. وبعد الصلاة ممكن نحن نبتدي بالوجبة الرئيسية. نعم، كثير من بالنسبة العوائل أيضا أستاذة مريم يتبعون هذا النظام، من يعني مثل ما نقول بداية الإفطار تكون على شيء بسيط عشان المعدة، خاصة في بداية الأيام. نعم بالضبط، فضروري ضروري جدا أساس أنه ما نحس بعدها. تدرين بعد في ناس، والله في ناس يبتدون على طول بالوجبات، إذا نقول بالسوائل مثلا، حتى بالنسبة للسوائل ما نكثر منها بزيادة. نعم، إذا قلنا العادات أستاذة مريم، إذا ذكرنا في البداية العادات السليمة، هل ممكن نختصر في موضوع العادات السلبية عشان المستمع يكون سمع الجانبين بما أن الوقت يداهمنا؟ نعم، مثل ما قلنا الوجبات تحاول تكون مدرجة، عملية المضغ ضروري نحاول ما ننسى، ما ناكل بسرعة أساس إنه يفوتنا شيء. عندنا نحاول إنه نجهز كل يوم صنف من الأصناف قد ما نقدر، ما نهمل دائما السلطات، دائما تكون متواجدة على الوجبات أساس أنها تسهل، لأن معروف الخضار فيها إنزيمات هاضمة وتساعد على عملية الهضم والامتصاص للوجبة نفسها. الاعتدال خلال فترة رمضان نقول في شرب الماي، ما نشرب بس وقت العطش أو ما نكثر، مو في بس ناس وقت السحور مثل ما يقولون. بالضبط ما نحاول ان نشرب قد ما نقدر على السحور، لا، يفضل قد ما نقدر خلال فترة الإفطار لين وقت السحور نوزع شرب الماي. عدم إهمال وجبة الإفطار ضروري جدا، إن ما نهملها وقد ما نقدر نأخرها، لأنه ونوع الوجبة ضروري أنها تكون وجبة ذات قيمة غذائية، أساس أن نحن بنكون فترة صيام وعندنا أعمال نقوم فيها خلال اليوم، فمحتاجين لطاقة أساس نكمل يومنا بصحة ونشاط ونتفادى المشاكل اللي هي التلبكات المعوية والتقلصات وعسر الهضم والانتفاخات هذه كلها. نعم، بالتأكيد. أستاذة مريم علي، نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين قبل ما نختم فقرتنا لليوم؟ مثل ما أقول يعني شهر رمضان معروف أن التركيز يكون على استهلاك الأطعمة، فدائما نحاول نحن نختار الأطعمة اللي تكون ذات قيمة غذائية أساس الجسم يستفيد، لأن الوجبات تكون جدا بسيطة، وجبتين عندنا في اليوم وفي وجبة خفيفة، وما نركز على وجبة واحدة، نحاول دائما نوزع الوجبات تكون خفيفة ومتنوعة ومتوزعة على اليوم كله، ونتمنى إن شاء الله يكون صيام خفيف يا رب، أحلى وأجمل ورمضان وأجمل رمضان في حياة متابعينا إن شاء الله. شكرا لك أستاذة مريم علي، أخصائية تغذية سريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بهيئة الصحة بدبي. أنا أشكر لك الصراحة جهودك المبذولة في مواضيع أيضا برنامج صحة وسعادة يمكن الجندي المجهول. أستاذة مريم علي، شكرا لك على يعني مواضيعكم في فقرة التغذية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مواضيع جميلة جدا، أو بالعكس أن تفيدونا ونفيد المستمعين، وطبعا شاكرين لكم هذا التواجد. شكرا لك. يعطيكم العافية. الله يعافيك، تسلمين أستاذة مريم.
أعزائي المستمعين، بعد فقرة التغذية والعادات الغذائية السليمة في رمضان بنطلع معاكم فاصل وبنرجع مع موضوع الصداع والصيام. خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414 ولرسائل النصية القصيرة 4006. مع قرب أعزائي المستمعين حلول شهر رمضان المبارك، نعرف أن الكثير من الأشخاص ممكن تغيير الروتين اليومي عليهم يسبب لهم مشاكل صحية معينة، واليوم حديثنا بيكون حول الصداع والصيام، لأن نحن نعرف أن الصداع في بداية رمضان يمكن أكثر مشكلة يعاني منها الأشخاص. فبتكون معنا اليوم الدكتورة سارة محمد، أخصائية طب أسرة زمالة في الأمومة والطفولة. صباح الخير دكتورة سارة. صباحكم ورد. أهلا فيك دكتورة. بداية حبينا نعرف منك شو هي أسباب الصداع خلال الصيام. أول شيء حابة أسلم عليكم وأقول لكم أخباركم إن شاء الله. شكرا لكم على هالبرنامج الجميل والمفيد، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة قرب الشهر الفضيل. بخصوص موضوعنا اليوم الصداع، الصداع وألم الرأس هي واحدة من أكثر الأعراض الشائعة اللي ممكن تحدث في بداية رمضان، خصوصا قبل وقت الإفطار، وأحيانا حتى ممكن يستمر إلى ما بعد الإفطار، وأحيانا حتى ممكن يبدأ من بعد الإفطار. أسباب حدوثها كثيرة، منها نقص نسبة السكر في الدم. في دراسة سووها شافوا أن صداع الرأس ممكن ينتج عن التغيرات الطفيفة في نسبة الجلوكوز في الدم، وهذه التغيرات تؤدي إلى توتر على مستوى الجهاز العصبي المركزي، فبالتالي يصير تهيج المستقبلات الألم. سبب آخر هو تغير مواعيد النوم في رمضان. نقص عدد ساعات النوم والتغيرات المصاحبة لنظام النوم بشكل عام ممكن يؤدي إلى اضطراب في الساعة البيولوجية للإنسان، مما يساهم في حدوث الآلام آلام الرأس في رمضان. سبب ثالث ممكن هذا يكون عند كثير من الناس خاصة العاملين، الحاجة للكافيين. في دراسة سووها تم ربط صداع الصيام بالحاجة إلى الكافيين. بشكل عام الصداع ممكن يصير بعد 18 ساعة تقريبا من تناول آخر كوب كافيين أو كوب كوفي أو شاي للأشخاص المتعودين على تناول الكافيين. عند أخوان المدخنين إذا وقفوا التدخين في نهار رمضان ممكن يصير عندهم في نقص في نسبة النيكوتين في الدم، ممكن يصير عندهم صداع بسبب نقص النيكوتين. عندنا حتى الجفاف والجهاد، إذا ما أخذنا كفايتنا من السوائل وما رطبنا الجسم كفاية خلال فترة الإفطار ممكن نحس بالصداع أثناء فترة الصيام. نعم، والحين الحمد لله طبعا دكتورة أحس أن رمضان جاينا هالسنة يمكن مو في عز الصيف، بعدنا شوي في نسمات هو باردة، وهذه طبعا نعمة. يعني إذا بنقول بخصوص موضوع الجفاف والإجهاد، إذا نحن أشخاص نعمل، والحين بعد أيضا تحسين مثل ما نقول كورونا كان نعمة ونقمة، يعني ما تعرفين، يعني كان له أيضا فوائد من ناحية العمل عن بعد ونظام العمل عن بعد المرن الحين متوفر أيضا في الحكومات. فنقدر نقول نحن دائما نقول للمستمعين يعني طرق الوقاية من الصداع أثناء الصيام يمكن لازم تكون قبل حتى بفترة عشان الشخص يقي نفسه من الصداع. ولكن من جهتك دكتورة سارة، شو ممكن تكون طرق الوقاية من الصداع أثناء الصيام؟ كل طبعا طرق الوقاية تعتمد على سبب الصداع نفسه. فإذا لنفترض مثلا مادة الكافيين، المشكلة في القهوة أو الشاي قبل رمضان، فالمفروض الواحد اللي متعود على مادة الكافيين ده يقللها قبل رمضان عشان يعود جسمه على أنه ما بيكون فيه كافيين فترة النهار. بالنسبة لموضوع السكر في الدم، المفروض أن احنا خلال فترة الإفطار نحرص على أن نتناول طعام غني بالسكريات والنشويات بشكل معتدل عشان يكون فترة الصيام فترة زينة ونحس بالجوع والجهاد. الشيء الثاني تكلمنا عنه وكان وايد مهم انتي بتطاري أثناء كورونا وأثناء العمل عن بعد، اللي هو بالنسبة لحتى حرارة الجو، شرب الماء والسوائل بشكل كافي عشان نحافظ على ترطيب الجسم وما نحس بالعطش خلال النهار. في تنظيم النوم أيضا نتجنب السهر. أنا عارفة أن في رمضان الناس تسهر وتاكل السحور متأخر، فالأفضل أن الواحد يحاول قد ما يقدر يحاول ينظم نومه وما يتجنب السهر، بالتالي يكون ماخذ كفايته من الراحة، وممكن حتى الواحد ياخذ قيلولة أثناء النهار.
نعم نحن كأطباء ما نفضل أي قيام بعمل بدني شاق في أثناء النهار، ونتجنب الأعمال المتعبة أثناء الصيام. وخلال السحور نفضل الشخص يأكل وجبات غنية مثل ما قلنا سابقا، غنية بالنشويات المعقدة والبروتين، عشان نضمن عدم الشعور بالجوع والصداع خلال النهار. بالنسبة للأشخاص اللي أوردي عندهم صداع من قبل يأخذون أدوية وقائية للصداع، لازم يتمون يستمرون على هالأدوية خلال رمضان، بس طبعا توقيت مال الدواء بيتغير من بحيث انه يكون اخذ بين الافطار والسحور. ممكن الواحد يرجع الطبيب ويتاكد من متى الوقت المناسب. بالتاكيد نعم. ايضا مثل ما ذكرتي دكتور، الاشخاص اللي عندهم الصداع النصفي، انا اشوف حالات يعني حواليني اشخاص يعني يعانون من الصداع النصفي وقت الصيام، يستوي عندهم الموضوع يعني أكثر وأشد. فكيف ممكن هالأشخاص، دائما نحن نقول دكتورة قبل رمضان راجعوا طبيبكم، قبل رمضان قوموا بالفحوصات اللازمة، شوفوا المعادن اللي ناقصة عندكم، لأن هاي كلها أشياء تؤدي لي مثل ما نقول صيام صعب عليكم، فأنتوا أصلا لازم تدشون شهر رمضان وأنتوا جاهزين نفسيا للصيام، جاهزين بدنيا للصيام، وصحتكم تساعدكم أيضا على الصيام، عشان يكون الشهر الفضيل يمر بسلاسة بدون ما لا سمح الله تضطرون تدخلون المستشفى اللي عندهم صداع نصفي. فاللي للحين ما راجع دكتورة الطبيب ننصحه أن ترى باقي يومين تتجهوا لأقرب مركز صحي لكم على امتداد إمارة دبي، المراكز الصحية موجودة، تقدرون أنكم تتجهون لطبيبكم المختص وتاخذون منه يعني الوقت تناول الدواء هذا، أو كيف ممكن أنتم تقوون نفسكم أن ما تصابون بالصداع الشديد. فأيضا دكتور يجرنا الحديث لعلاقة الصداع مع وجبة مثل ما نقول السحور، الفطور والسحور، هل هناك علاقة للصداع مع الوجبة المتناولة على الفطور أو السحور أو توقيتها أيضا؟ مثل ما قلت في بداية الكلام، الصداع مش بالضرورة يكون قبل الإفطار. صح إن معظم الحالات تكون قبل الإفطار، وحتى أحيانا ممكن تستمر إلى ما بعد الإفطار، بس في بعض الأشخاص ممكن يصابون بالصداع من بعد الإفطار. اللي يصير إن صح دكتورة، عفوا أنا قاطعك، بس أنا أتذكر إن في رمضان مرة من المرات شربت فيمتو بارد، يعني صدمت، حسيت شوك حق جسمي، يوم شربت هذا بعدها ما قدرت آكل ولا شيء. عشان تيجي يقول العادات الغذائية في رمضان مهمة، لأن ممكن هاي شربة الفيمتو البارد يضرب في الراس الفيمتو، فما بترومين ما بترومون تسوون شيء. أحس إني ما قدرت دكتورة آكل، وكان راسي يعورني بشكل طول اليوم. يعني صدقت مو مهم يكون، مو بالصداع شرط يكون قبل الفطور، ممكن يكون بعد الفطور إذا كانت عادات غذائية غير سليمة. صح، اللي يصير ان الانسان يوم يفاجئ نفسه بكميه كبيره من الاكل، او مثلا مثل ما انت ذكرتي شربتي فيمتو في كميه كبيره من السكر، فاللي يصير ان الجسم يبدا يفهم انه خلاص احنا لازم نطرش الدم حق المعده، فيقطع الدم عن باقي الاعضاء، من ضمنها الاعضاء الدماغ، بالتالي يصير صداع عند بعض يعني الموضوع مو بهين، ما تشربون فيمتو طبعا مره واحده ايوه، او تاكلون اكل دسم، فلازم الواحد يقسم اكل. انا طبعا انصح ان الواحد يبدا على صلاه المغرب ياكل شيء بسيط مثل التمر وماي، ويعطي حق عمره راحه، يروح يصلي ياخذ لفه في المكان، وبعدها بساعه مثلا يشرب شوربه، وبعدين ياكل سلطه، وبعدها بساعه او ساعتين ياكل الوجبه الرئيسيه. طبعا الوجبه السمبوسه الرئيسيه دكتوره شي على الاقل سمبوسه واحده، خلينا سووها متاخر سووها متاخر، بس يفضل انه مو على طول. يعني تتخيلي انت صايمه، اتوقع رمضان بكون صايمه تقريبا 15 ساعه، تخيل خلال 15 ساعة نحن ما حطينا أي سكر في دمنا، وفجأة قرر ناكل كمية كبيرة من الأكل. أيوة، نعم. الأفضل أن الواحد يأخذها على وجبات صغيرة صغيرة عشان ما يفاجئ الجسم. نعم طبعا، نحن أعزائي المستمعين ننصحكم وننصح أنفسنا، ترى مو لأن يعني أقدم برنامج صحي ممكن أني أتبع يعني أنظمة صحية، أيضا نحن أشخاص يعني نعاني ونحاول دائما أن نحن نتبع الأفضل. فدكتورة مثل ما ذكرتي الموضوع، اللي بداية نحن نبدأ بمثلا تمرتين وثلاث تمرات ولبن، وبعدها نصير نصلي ونرجع، يعني شوي شوي هذا التدرج في الأكل هو الحل الأنسب، خاصة للأشخاص مثل ما خاصة أن نحن الحين بنصوم ساعات طويلة. فإحنا طبعا أتوقع أغلب العوائل عندنا تتبع هذا النظام، اللي هو أول شيء تفطر شيء بسيط وتروح تصلي تريح شوية، يعني مال دقيقتين، مال 5 دقائق 10 دقائق بين الصلاة،
وعقبها تبدأ بوجبة يعني رئيسية مع سلطة أو مشروب جانبي. فنحن نقول ننصح اللي ما يتبع هذا النظام إنه يجرب يتبع هذا النظام، لأنه بالفعل ممكن يحس عمره حتى خفيف. دكتورة، اللي ياكل في بداية مع بداية الأذان وجبة كاملة وكل شيء، تحسين حتى تكون ثقيل، ما يروم ينش يصلي، ما يروم يكمل يومه. يمكن يعني جربنا هاي العادات، فنعرف إن نحن إذا كلنا مرة واحدة ما بنقدر حتى نصلي صلاة المغرب، تحسين الصلاة صحيح. تكون صعبة يعني. فإحنا إذا بنرجع لموضوع دكتور الصداع، ممكن إن الشخص يلجأ للطبيب متى؟ في حالات في أي نوع من أنواع الصداع يعني يقول خلاص أنا لازم ألجأ للطبيب؟ طبعا زيارة الطبيب يعتمد على نوع الصداع هذا. إذا مثلا كان الشخص أول مرة في حياته يعاني من هذا النوع الصداع، يعني كان صداع جديد أول مرة يحس به، فالمفروض الشخص يروح للطبيب. إذا كان مثلا هذا الصداع مو بروحه، مصحوب بحمى، في دوار، في إفرازات دمعية، في أي ضعف في الجسم، أو في مثلا لا سمح الله مظاهر شلل أو اضطرابات حسية، أو مثلا الرؤية عندها تغيرت، أو في مثلا مشاكل في التوازن، الذاكرة تأثرت، في صار فقدان وعي، كل هالامور تستدعي ان الشخص يزور طبيب على وجه السرعه يعني. او مثلا اذا كانت الام الراس هاي صارت مثلا اثناء مجهود بدني او بعد المجهود البدني، وهذا شيء جديد على هالشخص، او اذا كان الصداع شديد وايد وايد يعني وايد راسه يعوره ومو بقادر يتحمل، بعد يفضل انه يزور الطبيب عشان الاطمئنان يعني. نعم. أيضا دكتورة، إذا نقول في ناس أنا أعرف يعني دكتورة عفوا يستفرغون قبل مثلا الفطور من شدة الصداع، هل لا لا، هذه الحالة تستدعي أنه يروح الدكتور ولا لا؟ هذا عادة هالنوع من الأشياء تصير عند الناس اللي أوريدي معروف عندهم صداع، وهم أوريدي يعانون مشاكل صداع، سواء صداع نصفي أو صداع مزمن إلى آخره. فيفضل هذه الناس اللي أوريدي مر عليهم حالات إنه يصير عندهم استفراغ، أو مثلا دوخة أو وات إيفر يصير معاهم، يروحون يزورون طبيب من قبل رمضان، عشان يمكن يحتاجون أدوية وقائية عشان نعم ما يصير عندهم هالشيء أثناء رمضان ويخربون صيامهم. نعم دكتورة، إذا بنقول آخر سؤال، هل يعني ممكن هناك نصائح لمرضى الصداع النصفي تمكنهم من الصيام الآمن؟ مثل ما اتفقنا ان كل حد يعاني من اي مشكله مزمنه الافضل انه يراجع طبيبه عشان يتفقون على خطه علاج، ويتفقون على خطه في صيام صحيه. الصيام ممكن يؤدي لحدوث الصداع النصفي عند الاشخاص اللي يعانون من صداع نصفي، يعني هو يعتبر تقدرين تقولي بمعنى اخر انه ممكن يكون الصيام محفز حق الصداع النصفي. وحتى لاحظنا ان الاشخاص اللي يصابون عاده بالصداع هم اصلا اكثر عرضه للاصابه بصداع الصيام من الناس الثانيه. فعشان شي هذين الناس لازم يكونون يعني على دراية أنه ممكن الصيام بحد ذاته يأثر عليهم، فلازم يسوون بعض الأشياء عشان يقللون من فرصة حدوث الصداع هذه. في شغلات ممكن الواحد يسويها، نحن عادة الناس اللي اوريدي معروف عنهم ان عندهم صداع نبدأ لهم على أدوية وقائية مثل مضادات التهاب غير الاستيرويدية في بداية رمضان خاصة. والناس اللي اوريدي ياخذون ادويه وقائيه حق مثلا الجماعه اللي عندهم صداع نصفي، نحن ننصحهم ان يكملون ادويتهم ما يقطعون عن الادويه. بلاس الاشياء الاخرى اللي ذكرناها اللي ممكن تقي الناس العاديين من الصداع، اللي هي النوم، السوائل، الكافيين، النكتين، هالاشياء كلها لازم تتضبط من قبل رمضان، لان الناس اللي عندهم صداع معروف عنهم انه ممكن يصير عندهم صداع اكثر من الناس الثانيين. نعم، فنحن نقول دائما دكتورة مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة ومثل ما نذكر من الأسبوع الماضي، استشيروا الطبيب المختص خاصة للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، لأن الموضوع محتاج منكم بس يعني تقومون من مكانكم تصيرون تستشيرون الطبيب. حتى الحين عندنا في هيئة الصحة في دبي خدمة طبيب لكل مواطن موجودة على أبليكيشن هيئة الصحة في دبي، تقدرون أيضا تتصلون على 800-342 وتطلبون خدمة طبيب لكل مواطن، وأنتم في البيت ممكن تستشيرون الطبيب للي متكاسلين يروحون المستشفى. ايوه تقدرون أيضا عن طريق تطبيق يعني طبيب لكل مواطن. دكتورة سارة محمد عبد الله، اختصاصي طب أسرة، زمالة في الأمومة والطفولة، أشكر لك يعني هاي المداخلة الجميلة الخفيفة في برنامج صحة وسعادة حول الصداع والصيام. شكرا لك. شكرا لاستخدامنا. شكرا حبيبتي. شكرا لك دكتورة.
أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة أذكركم أن هناك يوم يفصلنا عن الحدث الأروع، الحدث اللي تزينت به دبي على مدار شهور عديدة. للي ما زار إكسبو للحين أنصحكم أنكم تبهرون أنفسكم بزيارة إكسبو 2020، هذا الحدث الفريد اللي ما بيرد يتكرر مرة ثانية. إكسبو 2020 اليوم يعني مثل ما نقول يوم يفصلنا عن وداع هذا الحدث الكبير. أتمنى من الجميع زيارة معرض إكسبو والتعرف على التجربة الرائعة والفريدة اللي بتلمسونها سواء من أصغر جناح لأكبر جناح، ومجرد دخولكم هناك في إكسبو بتحسون بهذه يعني التجربة. يعني حرام إذا كنتوا من سكان إمارة دبي وليه الحين ما زرتوا إكسبو وباقي يوم يفصلنا عن صنع يعني عنكم أنتوا اللي ما زرتوا تصنعون ذكريات جميلة في إكسبو 2020. أعزائي المستمعين، أتمنى أن نكون قدمنا لكم كل ما هو مفيد وممتع في برنامج صحة وسعادة، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة. كان معنا زميلنا أحمد سلامة، وفي الإخراج كان معنا مخرجنا اللي مستعيل دائما واللي ما يبانا نتفائل دائما وائل القواسمة، وكنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.